بنتشرف طبعا بالبطولة الجميلة بتاعت فيت بلاير. في مواهب كتير، أكاديميات كتير، في نظام، في الدخول في الخروج. بشكر كل الناس اللي دعيتنا للبطولة بصراحة، والكابتن تامر على رأسهم. يعني بتلعب في أكاديمية إيه يا أحمد؟ أكاديمية قريب، إن شاء الله ناخد البطولة دي والبطولات الجاية. ابني مواليد 2012، الحمد لله رب العالمين. يعني ديت مش أول بطولة نخشها تبع كابتن محمد وتبع أكاديمية أرينا. في الأول أنا حابب أشكر كل المدربين وكل أولياء الأمور اللي حطوا خطهم إن هم يكونوا موجودين معانا في البطولة. إن شاء الله بإذن الله في نهاية البطولة نقدر نكون كل الفرق المشاركة في البطولة استفادت بشكل كبير بأكبر شكل ممكن. أحلى حاجة بصراحة التنظيم، ما شاء الله الملعب جميل، الإضاءة تمام. ابن خالي احمد رمضان، اكاديميه اللعيبه 2013، خط وسط. بتمنى انه يحقق اللي هو عايزه، يعني يطلع زي ما هو عايز. هو نفسه يبقى لعيب كوره كبير، فهو نفسه، فانا امنيتي هي نفس امنيته يعني.